بالحقيقة أنا كما تعرف من أشد المدافعين عن الكتل والتحالفات المؤيدة والداعمة للحشد الشعبي في البرلمان، ومن ضمنها ومقدمتها تحالف الفتح، تحالف دولة القانون وحركة حقوق الصاعدة الآن بمقعد واحد للبرلمان العراقي الجديد. لكن هذه النتائج اللي الأولية اللي صدرت اليوم تأكد بأن أكو تحفظ من بعض جمهور الفتح، من بعض جمهور الحشد والفتح على الأداء السياسي لتحالف الفتح. من ضمن هاي الملاحظات اللي وضعها هذا الجمهور هو قضية تمرير الموازنة اللي تضمنت رفع سعر الدولار، وقضية تمرير الكاظمي، تنصيب الكاظمي كرئيس للوزراء. هاي ملاحظتين أساسيتان يعني اللي خلاها تحالف أو جمهور الحشد والفتح على تحالف الفتح. وبالحقيقة أنا دائما أشير ودائما أنتقد تحالف الفتح بهذا المجال، رغم أني من المدافعين عنه وعن دوره بالدفاع عن الحشد الشعبي. إحنا نعرف لو ما الفتح ولو ما دولة القانون كان تم حل الحشد الشعبي في البرلمان العراقي. بس هذا ما يلغي أو ما ينفي أن أكون انتقادات لتحالف الفتح. جزء أساسي من انتقادي لتحالف الفتح هو انسياقه خلف رغبات وإجراءات سائرون، أي الكتلة الصدرية في البرلمان. وهذا الشيء أضعف من الحظوظ الانتخابية لتحالف الفتح الآن. ولهذا نقول بأن دولة القانون الآن أخذت من بعض جمهور الفتح والعديد من جمهور الحشد انتخب دولة القانون بسبب موقفه الحازم والحاسم من الكتلة الصدرية أولا، وبسبب عدم تمرير الكاظمي، عدم القبول بتمرير الكاظمي، ثالثا بسبب تمرير الموازنة اللي ضمنت رفع سعر الدولار. فهاي الأشياء اللي اتخذتها دولة القانون، تحالف دولة القانون، زيد من رصيدها الانتخابي في الانتخابات الحالية.